قلب الصحراء تمتد تلك الواحة الخضراء، ولاية بيدية التي يبلغ عدد مدنها وقراها 12 قرية ومدينة. بيدية مدينة تجمع بين التاريخ والمعاصرة، ففي قلب الصحراء تقوم بيدية، والتي تتميز بروعة تخطيطها الحديث والطرق ذات الكفاءة العالية التي تخترق الصحراء. بيدية هي إحدى ولايات المنطقة الشرقية، وتبعد عن العاصمة بمسافة 230 كيلومترا. حصن المنترب، الحصن التاريخي القديم الذي يقف شاهدا على امتداد الحضارة في عمق الماضي واستمرارية الأصالة المعاصرة حاضرا ومستقبلا. إن عمان بلد غني بتاريخه، وحيثما اتجهت فإنك تجد هذه الآثار الخالدة التي بناها الأجداد، قلاع وحصون وأبراج تشهد روعة معمارها الهندسي على تقدم الإنسان العماني وارتباطه بأرضه. وكان من أولى اهتمامات حكومة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس المعظم التراث العماني القديم، سواء كان أثرا معماريا أو فنا من فنون القول أو الموسيقى. لقد صدقت المقولة الشهيرة التي تقول: مجتمع بلا تاريخ واقع بلا مستقبل. بماضيها وتاريخها العريق وحاضرها المشرق، حيث يصوغ إنسان عمان حياة جديدة على أرضه من أجل مستقبل يؤكد استمرارية الوجود الفعال على أرض عمان. وهكذا من أجل المستقبل جيل جديد تتفتح آفاقه على معاهد العلم على أرقى المستويات الحديثة. لا إفراط ولا تفريط، ومن أجل الحفاظ على القيم الأصيلة للمجتمع، ومن أجل عقلية إسلامية ناضجة رشيدة تستقي العلم من منابعه وتهتدي بأصول الشريعة من مصادرها، كان الاهتمام بالتعليم الديني.
تتنوع الخدمات في بيديا، إنها خدمات من أجل الإنسان، فبناء الإنسان هو الجوهر في كل خطط التنمية التي تنفذها الدولة من أجل المستقبل. فالإنسان أولاً والإنسان أخيراً هو المحور، وهو الوسيلة، وهو الهدف. في قلب الصحراء تفجرت الأفلاج في بيديا، وهي من أكبر الأفلاج في عمان وأوفرها ماءً. وقد اهتمت حكومة صاحب الجلالة السلطان قابوس المعظم بوضع الخطط الكفيلة بحماية الأفلاج وصيانتها وإصلاحها، كما اهتمت بوضع الخطط والبرامج لترشيد الزراعة والتوسع فيها رأسياً باستخدام الآلات الحديثة والمخصبات ووسائل التكنولوجيا المعاصرة، وأفقياً بالامتداد وزيادة المساحة المزروعة. بيديا تمتز بخصوبة أرضها، وترتفع فيها أشجار النخيل شاهقة تحمل أنواعاً فاخرة من التمور العمانية الشهيرة، كما تتنوع المحاصيل الزراعية فيها وتجود. بيديا مدينة زراعية وسط الصحراء، وهذه الخضرة الرائعة الجمال التي تتناسق بإبداع رائع مع تنويعات الرمال بألوانها المختلفة التي يتداخل فيها الأصفر والأحمر، لتشكل لوحة جمالية ساهم في إبداعها الإنسان بجهده وعرقه، والطبيعة الخلابة بعطائها المتميز. موقعنا في قلب الواحة الخضراء نشاهد الامتداد الصحراوي الذي يحتضن هذه الولاية بمدنها وقراها الاثنتي عشرة. تجاور الواحة والصحراء أعطى الطابع المميز لهذه الولاية، والناقة سفينة الصحراء ينتقل بها الأهالي، ويلتقون ويتبادلون الأحاديث والأخبار والبيع والشراء، وتدور عليهم فناجين القهوة والفاكهة تحية للقادمين عبر الصحراء. هات
تكون فرحة اللقاء ممتزجة بالفن، فتنطلق الأهازيج والأغاني وتبدأ الرقصات على إيقاعات الطبول. والفن قاسم مشترك في كل الاحتفالات على تنوعها واختلافها، كلها تتم في إطار الفنون الفولكلورية، حيث الرقص بالسيف أو الخنجر أو البندقية. الجبل وامتداد البحر والصحراء يصنع الإنسان العماني عالمه المعاصر على أرضه.